السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عيد مبارك سعيد، كي دوزتو؟ نتمنى يكون كل شيء على خير وبخير. اليوم غادي نصايبو مع بعضياتنا واحد الخنفار او الخنفار كما ولا الماوي، كل واحد كيفاش تيسميه على حسب المنطقه ديالو. غادي نحتاجو واحد كاس ونص ديال فينو، كاس ونص ديال الفاص، بيضه، الملح، واحد معلقه كبيره ديال السكر، الخميره ديال الدار معلقه صغيره، وزائد معلقه ديال الخميره الكيماويه. كما تشوفوا غادي ناخذوا واحد الاناء غنديروا فيه فينو، غنزيدوا عليه الفاص، ناخذوا الملحه، واحد معلقه صغيره، معلقه كبيره ديال السكر، وخميره كيماويه واحد نص بكيه البنات، نص بكيه، بالاضافه الى خميره ديال الدار. غادي نخلطو كلشي في الخلاط اليدوي مزيان، تتمازج المكونات كامله وتدخل في بعضياتها. نضيفو ليها بيضه، نخلطو واحد نص دقيقة عاوتاني، نضيفو ليها واحد ثلاثة الكيسان ديال الماء دافي. في اللول نضيفو ثلاثة الكيسان، نشوفو العجينة ديالنا، بحيث خاصها تكون ما هي ثقيلة ما هي خفيفة، بحال شكل العجين ديال الكيك، كيك شوية خفيفة. نشوفو ثلاثة الكيسان، نخلطو مزيان، لا باقي خاصنا غادي نزيدو. تنخلطو، حنا عندنا باقا تقيلة، زدنا ليها واحد كاس ما عامرش، خلينا فيه غير هاد شوية ديال الما دافي باش حصلنا على هاد الخليط. كما تشوفوا ما ثقيل ما خفيف، كما قلت لكم على شكل عجينه ديال الكيك خفيفه. غادي نغطيوها، غادي نغطيوها واحد ربع ساعه حتى ثلث ساعه باش ترتاح. دازت ربع ساعه ولا ثلث ساعه من ارتاحات وخمرات شويه، جات غناخدو واحد المقلة، غندوها تسخن واحد دقيقة، غندهنوها بالزيت، غادي نشوفو ياخد معلقة ونص، مغرفة ونص المقلة ديالي، نخليوها طيب من تحت. ملي غتبدا طيب غدي واحد الفقاعات بحال شكل ديال البغير، غندهنوها بشي بالزيت، غنرشو على الزيت، تتحمر من تحت. ها هو المخنفر ولا الخنفر ديالنا الجد، نتمنى يعجبكم. ما بقى ليا الا نوداكم ونقول لكم السلام عليكم في فيديو جديد، واللي جديده تبارطاجي مع حبابها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وكما ديما ما تنساوش تشجعوني وديروا ليا لايك باش نزيد القدام.